اسمو ومعلمات دادي دونا وحسي صوتا سدومي ولي لما جوزن وحين كريوتا اني نقطه معلم مع المحكمه هويو اولاد له فكر كذا بطن يهمي يدوبا وحو جارسي ان اي عنتادي سكديسو وجي كذا دادو اي كصوبا حيصو كدب وحي كعبطي يضو ارضي اسكول كوحو ديكيسا داوع كسو جاري لوك تيدا كدب مامولها اسكول كا اي كعطتي ان اي شغادة اسكاق فريساتو واني كديدين وحاني ايرادين اديقا ادكاق مناسب سن مجرتو مال مال ماها كميدا ايا وحي طريقة كواركتي قبت شار كيدا او فقيرة دا او عمتبادن ودا وحاين او ماليسي ان ادكاميدا اي كسو صدقيساتي قبتن وحا اي دامعدي ان اي تاكسيق كورا وحيسو اي قبتن كسي كحيسو اي كسي عاويسو ما داما اي شار كيدا تاي كدب وحركتي قبتي وميلك اللي بو جيدو كور قديمة كسي جيدا كدب وحيستري دبقل او ايك برتي قاريسو بل هالكي كسوعتو ادوغاتي دي كدب وحي عركتي عارين لايابلي قبتي او عاوينسا يالي رير او اقواما اه سيني سانا راشنكي يادر اشندد اوغود دي وحاني كل هيد هويا كانوا راشنكيني كاننا وادر كاد ايدي حدن دونتان هويا قاتا هويا دينا مركي وردودا كسو كعدو ايانو ايمان دونا اسما ويرمي سنوي دي وحي عركتي اينا مقشي انت اي قبتاني كتاكيسو كدب قرقي ايه تيميد ويقر قراضي مساوحا كفري عيال كي ريرا وحاين اي اوغاتي ارور تاي رير اني اقوميهين هو يدودنا اي حانوسانيسو قبتاي چارك اهايين اي فقيرد اهيد او اوشاقيسا رير تاجرين ايا وحي اوشاقيسو كو حاويسا اقوامهان اي هو يدود او حانوسانيسا ويقينا صدح چير اي اوتيماد دا وقبتاي فقيرد اهيد اي عرور تا عاونيسي كدبنا اسمي وحي اوغاتي سيد الهي وبركي قبتان چاركي دا فقيرد دا اولادي دينا وغدقاي اولاد باريا او عبادة دا اللي مرنبا انقرب مرين كدبنا اسمي وي اويدي وحي قوان كو قادتي اني كفالة قادتو قويسكن مساكين دا خاصة ولي مي قورسن وحاني بانكيغا كلية داي هانتي بادن هادابا مدى صدح بلودا مركي لغا سوريغي انتي اي كفالة قادتي قويسكن فقيركا راك بادن ايا صوتونتي او قطل بادي اني اي قورسدان شقادي اي كشقيني سينا والا دلعسيي لوكتي حانوني سينا وي بوكستي الى هنا ان بادن اي كو حمدي نغضي مانتا وحي كبلا ما اسمي وحي نغوتي مد اتفحايدا اني اعاوسو اقوامها اي دادك جلسن اسما الهي اي ارمي رياديدي وحي هشي قويس وحي ندشي اولاد ارساق دينا الهي وهو واسعيي ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ويلكن اليرضى وحيس برتين قبر وليبا وحيس كبرتين برهب الشدى ee dadku isticmaalaan ee internetka wiilkii dhalinyarada gabadhii wuxuu sheegtay inuu jecel yahay oo rabay inuu guursado kadibna waxay siisay taleefan nambarkeedii muddo waxa sidii loogu xiriiraba oo lagu wada sheekeyso taleefanka xiriirkoodu waa ballaadhay hadaba maalin maalmaha kamid ah gabadhii waxay tagtay suuqa iyada oo ku labisan dar dhajisa aad ugu dhagan jirkeeda oo na xijaab xidhnayn quruxdeeduna aad u muuqato hadaba goortaas waxa u timid gabadh asturan oo xijaaban oo akhlaaqii diinba alla u dhammaystiray waxaanay ku tiri sida tan ilaahay ka baq walaashayda muslimada ahay oo ha fitnayni naftaada iyo dadka kaleba astur jirkaaga
oo xiran xijaabka islaamka gabadhii intay kor isku qaaday oo isla weyn is gelisay ayaa waxay ku tiri sidatan hadii aad doonaysid inaan xirto xijaabka sharciga ah waa inaad shumisaa gacmahayga waan shuminayaa gacmahaaga weliba waxaan shuminayaa madaxaaga run ahaantiina way dhunkatay madaxeedii gacmihiina way ka dhunkatay waana ka dhaqaaqday gabadhii haddaba way yaabtay qaabkii gabadhan ula macaamilootay ayay la yaabtay tan oo kalena may filanayn inay ku dhacayso haddaba waqti ayay qaadatay oo in yarb ayay fakirtay kadibna way ooyday waxaanay go'aansatay inay alle u toobad keento waxaanu alle raalli ka ahayna inaanay samaynayn bay ballan ku qaaday haddaba markay toobadda keentay kadib ayaa waxaa la soo hadlay wiilkiis jeclaayeen oo ay isguursan lahaayeen waxaana u sheegtay sidii u toobad keentay walaalkiina idileh subscribe taa yar waa subscribe hadda subscribe taa inaga ilaawina like-na dhac ku siiya sheertana ku sii qabta haggaadhu meel kasta hee